شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بستلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. كتير أوقات مننزل على الصيدلية لناخد ضغطنا بطريقة دقيقة، لأنه المكانات يلي عنا يهون ما بيعطوا الدقة المطلوبة يلي بتعطينا إياها مكنة الضغط بالزلد. هالبلود بريشر مونيتور بتأملنا راحة البال بفعاليتها ودقتها. شاشتها كبيرة وطريقتها كتير سهلة للاستعمال، ما قلنا إلا نحط الربر على زندنا ونكبس ستارت وسوينا، بتكون النتيجة اللي كتير دقيقة. كما بتعطينا نبض القلب وفيها ميموري. هالمكنة مكفولة وبتحصلوا عليها ب $48 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55. شو أورجانايزر هالشبه الخزاني يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة، وإلا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانايزر حد بعضهم ب$26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانايزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. قد ايه بنعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخذ معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني. بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسار لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخذ محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب$24 او الاثنين ب$30 بس. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قد ايه بنتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة يلي بدنا اياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحط عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب انه يكون عنا اياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV، أو نحن وعم نقرا بالتخت، أو نحن وعم نسمع موسيقى، وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. مين منا ما بيعاني من اوجاع الظهر والرقبه، ان كان بعادتنا الغلط بالمكتب او اذا بحكم شغلنا عن السواقه لوقت طويل او باي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليوميه. رويال بوشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات، مصمم بطريقه كتير مريحه لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكم تلبسوه تحت التياب لانه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك او تكلس ما له غنى عن رويال بوشر، بسعر $28 بس واصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفة توصيل اضافية. رويال بوشر كفيل للتخلص من اوجاع الظهر والرقبة. ما لكم الا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55.
لكن الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألانتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 45 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببسالر على 01 44 55 55. من نحن وصغار ما فينا نشوف غزل البنات وما نطلب من أهلنا يجيبولنا منه. هلأ صار في كوتن كاندي ميكر ماشين سعره 40 دولار بتخلينا نعمل كوتن كاندي ببيتنا بطريقة مهضومة نحن وجمعين الأولاد حاولنا وعم نلعبهم. حتى بالبيرديز الأولاد فيهم يستعملوها لأنه طريقتها كتير سهلة وآمنة وأكيد بينبسطوا فيها كتير. بتكون بس تحطوا سكر مطرح الفراغ بالنص وبتكبسوا زر الأون للدور، تمسكوا حيالا ستيك بإيدكم وبتصيروا تبرموها ليلف السكر عليها، وهيك بصير عنا أطيب كوتون كاندي. إذا بدكم يهون ملونين بتحطوا السكر بكولوران وبترجعوا بتحطوه بالماشين وبيطلع اللون يلي بدكم. تصلوا على بسالر على 01 44 55 55 وبتحصلوا على هالماشين ب 40 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان. فري ديليفري. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعه، وهدول الطناجر اهين واسرع للطبخ. هذا السيت مؤلف من طنجرتين، وحده 9 لتر والثانيه 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط او كطناجر عاديه، لانه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي، ومثل ما شايفين فيكم تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10 على 18، ومسكاتهم باكيليت يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب 139 دولار بس، وبيطلع معهم هالهديه عصاره على الكهرباء وما بقى نعصر بايدينا ونتعذب. تصلوا على بسالر على 01 44 55 55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا على بسالر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.